50 متر هسه قاع اللي عنده 50 متر هنا بالمنصور هم سعرها 400 مليون ما ادري 300 مليون والله العظيم كل ما ينضغط علينا بشيء وخاصة من شيء ظلم وفد شيء ما موجود وفد شيء ما له صحة اجعلها مدى اعرف. شنو شغلنا؟ شغلنا ابتزاز شبكات ابتزاز عميقة بالدولة العميقة وتجارة مخدرات وتجارة سلاح وتجارة اعضاء اللي محتاج كبد كله شيء يعني عين شيء كله يمي موجود ان شاء الله. ايش تريدون؟ حاضر. بعد شنو والله بعد ها وناي هي رئيسة هاي العصابة. اي ناي وهاي بالتويتر هيك حاطيها دليفري بس توصل تودي وتجيب. وناي عندنا يعني هي الأبية اللي تسوي عقود. خالص شنو هذا سكوبار هذا شنو؟ لا والمشكلة والله اكو عالم يعني هم يدرون يعني الموضوع كذب وماكو شيء بس العالم يعني هذا اكو حقد وكره بيهم مرات اخر تعليقات ايه فلان وفلان صحيح هاي هم ذولا هم ايه ثروتهم بينه ميلهم ذولا فد سوالف والله الضحك. لا والاحلى اكو كم زعطوط طالع لي بالتيك توك يتفلسف على اساس هو يعني فيلسوف والله فلان صار له بالفن او بالمدري شنو مسيرته الفنيه اكثر من 40 سنه اكثر من 50 سنه وما عنده حالته الماديه مو زينه واكو فلان بسنه واحده صار عنده هالقد املاك. بابا الارزاق مو هيك تنحسب. شوف باوع كان قصه وياي اكو ولد اثنين وياي كانوا بالمدرسه بالاعداديه واحد كل الشاطر من حيث من هالقد مشاطر كان طموحه وحلمه يكون رائد فضاء من هالقد ما شاطر زين والاخ له يا صديقه كلش كسلان وكلش دايح وكل الساقط مو يم الدراسه ومقضيها بحيث نجح بالغوش وبالمدري شنو ولا يمه. فكنا احنا صغار شنو نقول بقى حسها هذا شوف وين حيصير وهذا وين تاليته الصفوت. الشاطر اللي كان بالمدرسه واللي كان كله معدله 97 و98 حاليا هو موظف بدائره حكوميه راتبه يمكن 500,000 او 600,000 وذاك الكسلان اللي كان يغش من عنده صار من اكبر تجار الشورجه وحاليا الاملاك اللي يملكها يعني خير من الله. فهي حبيبي ما تنقاس هيك مثل ما تقيسوها. مو انت تجي عمرك ما ادري ايش كم سنه بعدك الحياه بعد حليب امك بحلقك تجي تتفستقلي وتطيني ليش فلان هيجي وفلان هيجي ابن الزبل. زين انتوا عبالكم هاي يعني اللي صارت الاشاعات والمدري شنو هاي ما مدروسه؟ لا حبيبي هاي مدروسه. هذا كبر دا يغطون بي الفتشي معين دا يغطون فتشي شلون قال لك احنا الاعلام اذا سوينا فلان شغله راح يقب علينا. زين خله الاعلام بفد موضوع كبير زين على موديل تهون بي واحنا نخلص شغلاتنا. فانت سوى وقال لك منو بالله على يا شخصيه مثيره للجدل وانه لازم تسوي ضجه وتسوي ما ادري شنو والعالم تلتهي بيها وها وهيك وحكي اختارونا. زين من اختارونا صار هسه العالم صدق التهت هالزعاطيط اللي مصدقه بهذا الحكي بدون ما تتاكد وبدون ما تشيك وبدون ما تدخل على حساباتنا مو قطيع يعرفون شلون يستغلوهم. كل من صدق بهذا الموضوع الخايس هذا اعتبره اني هذا قطيع جاهل هذا جهله اللي دا يمشي ورا هيك وقاعد ينزل بوستات ويغلط ويفشر ويسب لك انت مطي انت مطي انت انت اثول ما شغلت مخك هذا مخك ما شغلته ما قلت ذوله بالله شنو هلا شنو وين هاي جابهم على هالسواليف جابهم حياتهم كلها معروفه قدام العالم وحياتهم معروفه وعايشين بنص العالم وحياتنا بنص العالم دا نتمشى وحالنا حالكم اثول انت اثول. بس هم ذكاء من عندهم لان عرفوا اكو جهله زين وعقلها ما الزعاطيط مشتغله بنظام القطيع شي يقول فلان احنا لازم نصدق هاي قال فلان خلاص ليش دايلهوكم بموضوع اعلامي وشاعات وسوالف كافي بابا دي كافي فتحوا عقولكم شوفوا ايش دا يصير جوا العبايه ايش دا يصير شنو الغايه منها شنو ببالهم وين انتوا رحتوا وين تشلبتوا بسوالف تعبانه وليش هل يعني
اكو هاي لا والثول الاخ شقة في بوابة العراق، شقة في بوابة العراق، هاي مين لك انت اثول؟ انت تدري بيش انباعت الشقة ببوابة العراق وبالاقساط؟ انباعت المضرب $1,000، يعني الشقة كلها ويا اقساطها مال سنتين مدري ثلاثة صارت 17 دفتر، لك هاي مطي 50 متر هسه قاع اللي عنده 50 متر هنا بالمنصورة هم سعرها 400 مليون مدري 300 مليون. انت تعرف دا تفتهم دا تستوعبون الحكي اللي دا تحكون انتو شنو؟